بغداد على موعد مع انفجار سكاني كبير بعد ظهور نتاج التعداد العامل للسكان والمساكن. وبحسب الإحصائيات الأولية التي أفرزها التعداد السكاني، فإن بغداد وحدها بحاجة إلى 1,000,000 وحدة سكنية لتلبية حاجة الكثافة السكانية. لكن في المقابل يشكك مختصون في قدرة الحكومة على بناء تلك الوحدات. الآن نحن بحاجة إلى 3 ملايين، معنى ذلك أنه في كل يعني في كل سنة يجب أن يبنوا بحدود يعني 250,000 أو أقل 200,000 وحدة سكنية، يعني هذا الشيء خارج عن الإمكانية العراقية. ليست الحكومة ببعيدة عن معرفتها بعدد الوحدات السكنية التي تحتاجها بغداد قبل التعداد السكاني، وباستطاعتها بناء مدن سكنية تغلق بها ملف أزمة السكن. لكن خدمة المواطن عملية معقدة بالنسبة للسلطات كما يقول مواطنون. الأموال موجودة، أموال وخيرات العراق موجودة، ولا بد وأن تكون مدينة بغداد مدينة عصرية ثانية، بناء مدينة عصرية ثانية فيها وحدات سكنية كاملة، أو ترقيع بأن كل الدوائر الحكومية الآن تخرج خارج بغداد. ويقدر عدد العشوائيات في بغداد بنحو 5,000 منطقة عشوائية، أي ما يعادل 23% من سكان العاصمة، في وقت فشلت فيه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن بمعالجة هذا الملف. مهدي غريب، وان نيوز، بغداد.